من فوائد الذكر وأهمية الذكر لنا أن هذا الذكر حصن يحصنك من الشيطان. الإنسان عندما يذكر أذكار الصباح، يذكر أذكار المساء، يعني مثلا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، هذا يحصن نفسه من الشيطان كل اليوم. ولذلك في مثال جميل يذكره ابن القيم، يقول أنه لو أن هناك 3 قصور، قصر فيه مال ولا حرس عليه، وقصر فيه مال وعليه حرس، وقصر لا عليه لا حرس ولا فيه مال، خرابة. ثم جاء اللص، إلى أين يذهب؟ هل يذهب إلى الخرابة ليسرق مثلا من القمائم، أو يذهب إلى البيت المحصن ليقتل دون أن يصل إلى المال، أو يذهب إلى ذلك البيت الذي فيه المال وليس له حصانة؟ سيذهب إلى ذلك البيت الذي فيه المال وليس فيه حصانة. هذه قلوب العباد، في قلب خرب، في قلب عامر بالإيمان محصن، وفي قلبي وقلبك الغافل الضعيف الذي يستطيع أن يتسلل إليه الشيطان. ولذلك عندما تذكر الله أنت تحصن نفسك، تحمي نفسك من الشيطان، الله عز وجل يعصمك من كيده. هذه فائدة من أعظم فوائد الذكر. ولذلك اقرأ آية الكرسي قبل منامك، اقرأ آخر آيتين من سورة البقرة قبل منامك، قل لا إله إلا الله 100 مرة، عوذ نفسك وذريتك، وشوف عون الله لك.